وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، ضيفي الكريم بعد التحيه. كيف تابعت فعاليه المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه اليوم؟ يعني الحقيقه هو المشروع، يعني هو طبعا احنا عارفين ان الدوله المصريه على مدى العقود اللي فاتت كانوا بيتكلموا على زياده السكانيه، لكن الحقيقه انه ما كانش، يعني كان بعض المشروعات اما دعائيه او موسميه وتتوحد. لكن ده اول مره مشروع متكامل مش بيعني بتنظيم الاسره ولكن بيعني بحمايه الاسره المصريه بدءا من ما قبل الزواج والكشف المبكر والكشف الجيني واهميه ده، وصولا لانه يبقى فيه هوافز للاسر اللي تستطيع انها تعمل انجازات في تنظيم الاسره. خاصه وانه النهارده يعني بالرغم من انه الدوله المصريه خلال 8 سنوات قطعت السوق في سرعه وحجم المشروعات وتم انفاق 6.2 جنيه، لكن ما يزال المواطن ما هوش حاسس بنتائج هذه التنميه. ليه؟ لانه معدل الزياده احنا بنزيد تقريبا من 2012 حتى 2022 زدنا 24 مليون تقريبا قد دولتين، وفي دول كما اشار رئيس الوزراء بتصل الى 2.5 مليون نسمه، او في دول 10 مليون نسمه ودخلها 500 مليار دولار. يعني معناها انه في تكافؤ هنا زي ما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشير. ويمكن رئيس الوزراء برضه استعرض ان في التعليم ده الزياده اللي هي 1.5 مليون في السنه تحتاج 40,000 فصل ب 20 مليار جنيه، وبالاضافه لانه في 200,000 عجز سابق في العقود السابقه، يبقى احنا بنتكلم في رقم ضخم جدا وانفاق كثير. نفس الشيء في الميه، نفس الشيء في الصحه، يعني معدل الفقر المائي بدا ما مصر كانت 60 مليون، النهارده احنا بنتكلم في 100 مليون، ونفس نصيبنا من الميه اللي هو 55 مليار مع بعض الاضافات بتصل الى 65 مليار. يعني الحقيقه انه هذا العرض ووجود اطراف مختلفه ووزارات مختلفه من الصحه للتضامن للتخطيط لهذا الارقام، ممكن الرئيس قال اننا محتاجين نبسطها ونوصلها انه مصلحه المواطن انه دخله يرتفع، ان نسبه التعليم مش بس شهادات لكن كمان يبقى في كفاءه للتعليم، وضرب امثله حول هذا الامر انه العلاج ان الدخل المرتب كل ده مرتبط بانه يبقى في نسبه النمو السكاني تتناسب مع التنميه اللي حاصله، سرعتها، كمها، حجمها، شكلها. نقدر ان احنا لو قدرنا ان احنا نطبق هذه البرامج نستطيع ان احنا خلال عدد بسيط من السنوات ان احنا نسيطر على هذه الفجوه، وبالعكس دخل المواطن يرتفع، نسبه الانفاق على الاسره تزيد، نسبه الانفاق بشكل عام على الخدمات وعلى العلاج وعلى التعليم بالشكل اللي يتناسب مع حجم مصر ومكانتها. نعم استاذ اكرم، تاكيد السيد الرئيس على ضروره العمل والبناء وتحديدا في هذه الفتره التي تشهد تطورات دوليه، كيف تابعت هذا الامر تحديدا؟ يعني بالتاكيد هو كان في اشاره انه التقارير الدوليه كلها بتقول ان مصر تقترب من 6% نسبه النمو، وبنسبه كبيره في ظل كورونا وفي ظل ده، لكن كمان في ظل التحولات الدوليه والحروب والتضخم العالمي ما بعد كورونا ثم الحروب اللي بتؤدي الى ارتفاعات في البترول وارتفاعات في الصادرات والواردات وتوقف حركه السياحه وكل ده، اولا نعم. بيقلل الدخول وبيعمل مشاكل، وفي نفس الوقت يزيد التضخم اللي هو موجود اوريدي بسبب الجائحه. نعم. ففي ظل هذا الامر محتاجين، الرئيس دايما يقول انه ما قدمناه غير كافي، واحنا عاوزين نضاعف السرعه ونضاعف الكم بحيث ان احنا نقدر نعوض الفجوه، وفي نفس الوقت نتعامل مع التغيرات الدوليه، واحنا شايفين حوالينا دول سقطت ودول تفككت والدول اللي بتتفكك ما استرجعت، وبالتالي فاحنا محتاجين اكثر ان يبقى كمان نموذج زي ده نموذج بين الدوله وبين المجتمع، كمان اقناع المجتمع، وجود الحوافز، وجود السياقات والحوارات المجتمعيه اللي هي تقدر تنتج، والمجتمع المدني والتعليم والصحه تقدر تنتج نتيجه حقيقيه في انه التنميه تنعكس في نسبه الامور. تمام. نعم الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.